تواصل بورصة الكويت سعيها لتوفير فرص شراكة جديدة للمستثمرين والمصدرين عبر يومها المؤسسي السادس، والذي نظم افتراضياً على مدار يومين بالتعاون مع HSBC، حيث عقد خلالها أكثر من 150 اجتماع بين 11 شركة مدرجة في السوق مع 26 مؤسسة استثمارية عالمية، والذي ينعكس بدوره في المساهمة بنمو السوق الكويتي والاقتصاد الوطني. مشاركتنا في الأيام المؤسسية كشركة مدرجة في السوق الأول تتيح لنا الفرصة لزيادة مستويات الشفافية في بورصة الكويت وتعزيز ثقة المستثمرين فيها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للاستماع إلى آرائهم والاستفادة منها، مما يساهم في توجيه مبادرتنا في المستقبل.